مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم اطفال، ولكن النهارده بدايه حلقتنا مختلفه. النهارده جينا محافظه بورسعيد، المحافظه اللي مليانه مواهب وابداع بجد. جينا عشان نستقبل معاكم مصممه ازياء، بس مصممه ازياء للاطفال قررت توجه كل نشاطها للاطفال، لان عارفه ان كل ام بتحب تشوف ولادها احسن حاجه في الدنيا، خاصه لو ولادها دول بنات. مين فينا ما بيهتمش بولاده في المناسبات؟ بيبقى عايزين دايما نشوفهم احسن حاجه. ودلوقتي الموضه اختلفت، وكل ام بتبقى عايزه تشوف بنتها قد ايه انيقه وجميله، وكمان الخاله بتبقى عايزه تلبس ولاد اختها زي ما هي لابسه يوم فرحها. عشان كده النهارده هنستقبل معاكم مصممه الازياء الجميله رنا حامد، اللي قررت تعمل ديفيليه للاطفال وتعرض لنا تصميمات هايله جدا. هنشوفها مع بعض وهنشوف الاطفال وهم لابسينها قد ايه شكلهم يجنن. فخلونا دلوقتي نرحب بالجميله رنا حامد. اهلا بيك يا رنا. اهلا بيك، منوراني. ربنا يخليك. وقبل ما ابدا معاكي الاسئله ونعرف تفصيله في شغلك وقد ايه الجمال اللي احنا هنشوفه دلوقتي، فتعالي نشوف الديفيليه اول ما بدا والفساتين اللي البنات لبسوها، ونرجع نبدا معاكي الاسئله. يلا بينا. يلا بينا. يلا بجد. وخليني الاول اسالك، من امتى بداتي تقرري ان انت تعملي ديفيليه للاطفال وتصممي ازياء للاطفال؟ بصي، هو انا في الاول ما كانش في دماغي الموضوع لحد ما كنت حامل، فعرفت ان انا حامل في بنوته، فقعدت اعمل لها طقم الصباع بتاعها. يعني كنت عايزه اعمل لها حاجه مختلفه، ما كنتش عايزه الفستان الابيض العادي ده، فقعدت بالفعل عملت لها طقم مختلف خالص، كان حلو جدا. فاما الناس جت اعجبوا جدا بالفستان، وكنت عامله الجست بوك كمان شبهه، وكنت انا لابسه شبهها، فاهمه؟ يعني انت من هنا عملتي حاله كامله ليكي ولبنتك، وانت هي لسه اساسا ما جاتش. عملت لها بنوتك اسمها ايه كده؟ حاله، بس انا بقول لها بيكي ما شاء الله. هي موجوده برضو في مع الازياء، يعني لابسه مع البنات. يعني حاله كان وشها حلو على بنات كتير. الحمد لله. ودي كانت البدايه. خلينا نتكلم عن موضوع تاني، وهو الكوليكشن النهارده ما شاء الله غني جدا، وفي تصميمات مختلفه والوان مختلفه. ازاي بتقدري تعملي كل الالوان المختلفه دي، وبياخد منك الكوليكشن تقريبا وقت قد ايه؟ بصي، هو انا مش بقى يعني مش شرط ان انا اعمل كوليكشن كامل. هو ممكن تلاقي فستان عادي طلع لوحده بشكل جديد وشكله حلو برده، وممكن اقعد اعمل مجموعه على بعضها زي ما انا عملت المره دي كده، فاهمه ازاي؟ فمش شرط، يعني مثلا المجموعه دي اخدت مني اسبوعين،
قعدت على بال ما فنشت كل فستان وعملته وكده. وطبعا يعني الاول بشوف الفستان في دماغي، فاهمه يعني بصممه في دماغي. بتتخيليه الاول قبل ما تبتدي تشتغلي؟ طبعا طبعا، فاهمه ازاي؟ بعد كده ابدا اشتغله، وبعد ما افنشه اشوف بقى محتاج ايه، يعني ايه اللي هينطق الفستان، الاكسسوارز بتاعته هتبقى ايه. طب وانت شايفه الموضه اختلفت ايه السنه اللي فاتت عن 2019؟ شايفه السنه دي ايه الاضافه اللي انت ابتديتي تضيفيها في الفساتين عشان تطلع حلوه؟ بصي زمان كان الموضه السنه اللي فاتت واللي قبلها نظام التوتو، فساتين توتو بتبقى من تحت تول بس، اللي هو التول اللي مفتح ده المنكوش اللي، فاهمه؟ دلوقتي بقى لا، الموضوع بقى مختلف، بقى لازم من الفستان يبقى عليه طبقه ثانيه من فوق زي الفستان ده كده، ممكن نظام اللي هو الفلاور اللي هو ابو ديل من ورا، الحاجات دي كلها طالعه جديده. فما ازاي دي ما كانتش موجوده السنين اللي فاتت، ما كانتش معروفه. هي بقى مع الابتكار كده والحاجات الجديده، انا يعني ابتدت حاجات جديده تظهر، وانت طبعا طول الوقت مواكبه الحاجات دي والتطور وبتعرفي تشوفي بقى. بحب اتفرج على الموضه والحاجات اللي بتنزل والالوانات، بس الاطفال زمان يعني من الاطفال مش بحب يعني فاهمه احدد لهم الوان، بحب يلبسوا كل الالوان عادي ان هم اطفال. طب خليني انا معاكي اشوف. طبعا احنا ده موديلين غير الديفيلي اللي معانا النهارده، وقد ايه الفاشن شو غني فعلا النهارده. ولكن انا شايفه دريس لونه اسود، فقصه ان طفل ممكن ام تقول لك الفستان شيك جدا يعني ما شاء الله حلو قوي، بس ان ابني او بنتي البسهم اسود، يعني الولد بيلبس بدله اوكي، لكن البنت تلبس اسود فممكن تتخض. فدي جراءه منك انك اول حد يعمل الفستان لاطفال لونه اسود. بصي هو على فكره انا ما كنتش بحب اللون الاسود في الاول، لحد ما لقيته مطلوب، يعني مطلوب. كذا حد جالي طلب مني فستان اسود، انا بقيت في الاول استغرب، بس لما بعمله والبسه البنوته تلاقيه حلو جدا عليها، يعني هو واضح هو في بهجه رغم ان هو اسود بس في بهجه. فاهمه الفكره؟ فهي جت من هنا، فمن هنا بقى بدات ان انا اشتغل. واحنا الكبار اصلا بنموت في اللون الاسود. ايوه يعني. بالظبط كده معظمنا كمان بيلبسه، فاهمه ازاي؟ لانه بيبقى شكله حلو وانيق، فلما تلبس بنوتتها زيها اسود بيبقى عادي، ما عادش ما عندهاش يعني مشكله، ما عادش غريب، فبقى عادي خلاص. طب خليني اتكلم عن الدريس اللي جنبه، انا شايفه برضو الوانه حلوه جدا وطفوليه جدا وفيها بهجه. فقولي لي بقى دي القماشه ايه وبياخد منك وقت قد ايه تقريبا؟ دي اسمها فتافيت سكر، هي قماشه راقيه جدا يعني فاهمه ازاي، هي تعتبر اعلى حاجه تقريبا دلوقتي موجوده في الاقمشه يعني. يعني الفستان دوت بياخد يعني 3 4 ايام مثلا عشان بعمله وفنشه كده يعني. بس بالنسبه للون هو البلو ما بيبطلش. طبعا الفكره يعني بيتلبس اي حاجه بيبقى شكلها. طب وايه الاقبال بيبقى اكتر على اني قماشه؟ يعني قماشه زي دي ممكن الامهات يقولوا لك لا ده تشوك ولادنا، ممكن تضايقهم في الافراح؟ لا بصي، هو اي فستان بيبقى مبطن اصلا، واهم حاجه تكون الخامه، بحب استخدم الليكرا عشان يلبس البنوته شويه طبعًا. مش هعمل لها لمناسبه تيجي تلبسها وبعد كده صحيح وبعد كده شويه تريكنج. فلما تجيلي على عايزه قماشه معينه تكون ما فيهاش ليكرا بقول لها بلاش، مش هتستفادي منها، هتكلفي وفي الاخر هتتركن. لكن ده بيبقى ليكرا، فده اللي شجعني ان انا استخدمه. وطبعا مبطن من جوه، فمش طبعا ده فكره محترم جدا ان انت كمان مخليه الام تقدر شويه الفستان يقعد، بحيث ان احنا ما نكلفش، ممكن والمناسبات بساعات بتكون ورا بعضها تمام جدا. وبعدين ممكن يتعمل له ديل، يعني هو خلاص الفستان خلص وكله، لو هو كل من تحت ممكن ديل يتحط ويتشال لو هي عايزه تغير شكل الفستان. يعني انت ممكن ام عملت فستان ولبسته لبنوتتها نخليها تغير الفستان بعد شويه وتعمله بشكل احسن من بحيث انه يبقى مختلف. ايوه بالظبط كده، ممكن تغير فيه، تغير اي حاجه فيه، تركب له ديل مثلا مش عارفه ايه كده، ده بيغير شكل، تركب له كمام لو هو بقط مثلا ممكن نعمله كم وكم، فبحيث ان احنا نغير في شكله. حلو جدا. كلميني عن اول تريس النهارده معانا، وكان التريس الاحمر تمام او النبيتي. اول تريس معانا النبيتي تمام، ده انت شايفاه ازاي بقى واختياراتك؟ انا شايفاه قصير من قدام طويل من ورا. كلمينا عن قماشه وطريقته. الاكسسوري اللي عليه، انا شايفه كل فستان انت بتخدميه بكل حاجه، يعني مش سايبه الفستان كده وخلاص، من اول التوكه لحد الاكسسوري اللي في الايد، فقول لنا ازاي بتعملي ده. بصي هو الاول انا الماتيريال ذات نفسها عجبتني، كنت بستخدم منها الاوف وايت في ذهبي، يعني الاوف وايت في ذهبي منه تحفه برضو. اما لقيت منها النبيتي عجبتني جدا، فقلت انا ليه ما اعملهاش، فقمت يعني جبتها وبدات ان انا اشتغل. قلت لا يعني بما ان هي انسه كبيره، فاهمه ازاي؟ فلو بقى طويل من ورا هيبقى هيديها وقار، هيبقى شكله حقيقي. اشيك طبعا. فعملته لها بالفعل طويل من ورا، بعد كده جربت قلت اسيبه بكم، بعد كده قلت لا بلاش كم، عملت لها جوانتي، حسيت ان هو شكله هيبقى احلى. الشابو اللي انا عملته معاها ممكن اعمل لها سورتيت فيونكه، بعد كده قلت لا هي كبيره هيبقى الاحلى عليها، خاصه ان سن 12 بتبقى البنت ابتدت تحس انها انسه بقى. ايوه هي ذات نفسها كانت عايزه حاجه تبينها انسه، يعني عماله تقول لي اعملي لي حاجه شكلها فاهمه مش زي الاطفال قوي، زي يعني. الاطفال بس. وبناء عليها عملت لها الشابو معاه، حسيت ان هو هينطق الفستان، شكله كان حلو، واستخدمت الفرير ده بما اننا في الشتاء،
فقلت ادخل فرير فيه. حلو قوي. يعني ما يبقى شكله شتوي. وده كان سؤال مهم جدا، ازاي برضو بتعرفي تخلي الام تخلي ولادها في المناسبات، خاصه السوارات تبقى عريانه. أيوة. فممكن ابقى خايفه ابني يبرد، بنتي تبرد او تتاثر بالجو، فانت عامله اضافات زي الحاجات القطيفه فرير، بحيث ان انت يعني الموضوع ده يبقى امان. ايوه بنتي ده تلبس عليه جاكيت فار وعادي جدا، وما تروح القاعه ممكن تبقى تقلع القاعه بتبقى مغلقه. تمام جميل. نتكلم على دريس تاني الاحمر. الاحمر دوت برضو موضه جدا، اللي هو سنه بس باينه كده من البط وطويل خالص ونازل. زي ينفع اي سن، بس من اول 3 سنين، من اول 3 سنين بقى في لحد 12. بس تكون بنوته رفيع. يعني لو بنوته كلبوزه ما ينفعش معاها طبعا خالص، طبعا عشان هيبقى في دي فوق بطن مثلا، فده مش مستحب. عايز تبقى رفنعه خالص، فاهمه ازاي؟ ومن اول 3 سنين يتعملوا فيه طبعا منه كل الواناته. حلو يعني موجود بكل الواناته عادي. طب وكلميني اكتر عن برضو اختلاف الاوزان مع الاطفال، خاصه ان الاطفال احيانا بيبقى فيهم رفيعين، واحيانا طبعا بيبقوا في دايما اطفال يبقى الجسم كله رفيع لكن في سنه بطن. فازاي بتقنعي الام؟ ما ممكن ام تجيلك انا عاجبني التريس ده وعايزه ده لبنتي. لا ما بقول لها في، لو فعلا انا شايفه انه مش حلو، لان انا جربت كتير، لو شايف ان هو مش حلو بقول لها، وهم الحمد لله بتتناقشوا يعني لحد ما توصلي معاهم لنقطه وسط. بيبقى عندي فساتين جاهزه بقيسها للبنوته واقنعها ان ده اللي هيبقى تمام عليها، وفعلا الحمد لله بتقتنع. والالوان بتختلف من بشره غامقه الفاتحه، بتبقي شايفه برده بتقنعيها بلون معين؟ طبعا. انت بقى بتشوفي الالوان الفاتحه يعني مناسبه مثلا لو البنوته سمراء خالص بلاش احمر، يعني هتعملي لها احمر هيبقى شكله مش لطيف. لا فاهمه الفكره. فنروح بقى للبينكات مثلا الازرقات بالظبط كده، او الاوف وايت مثلا، او تدخلي اوف وايت في لون زي ما انا عامله كده، ده اللي هيبقى جميل، فده هينورها. ولو البنوته رفنعه خالص وعندها بطن بس، تلبس المنفوش ده مش هتبان بطن ولا هيبان اي حاجه، هيبقى حلو جدا عليها. حلو جدا. يعني اي موديل منفوش يبقى جميل جدا معاها، مفيش مشكله. لو قلبوزه الموديل السك اللي هو شبه الكشمير اللي هو طالع تاني فستان دوت، جيبه وعليها من وده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. نتكمل. جيب ده اللي شفناه، جيب وكب تقريبا من فوق ونازل بتول من ورا، وده اختياري يعني. تمام. وفي ناس لو حابه التول بتضيفه، ولو مش حابه انت بتشيليه مفيش مشكله. فكرته ايه؟ قماشته ايه الفستان ده؟ ده قشر سمك. قشر سمك بتلمع برده وشكلها شيك قوي. تمام. هي فكرته ان انا قلت ايه، البنوته عايزه حاجه تبين ان هي رفيعه، هي رجلها رفيعه، يبقى ليه ما نعملهاش حاجه تبين جمالها، تداري البطن في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يبقى شكلها حلو عادي. وبرده طب بنوته زي دي لو لبست منفوش يبينها تخينه، ولا ممكن يلم يعني يبقى لا مش ما بيبقاش حلو قوي؟ لو هي كبيره كده ما بيبقاش حلو، لكن لو منفوش معاكي مثلا لحد 4 سنين او 3 سنين في المنفوش، لو هي كلبوزه هتبقى قمر عادي، بيبقى حلو جدا عليها. طب الدريس البلو انا شايفاه قد ايه برضو انيق وفيه فريل. حلو قوي، كلميني عن قماشته. تمام. هو انا اخترت جودي تلبسه، حاسه ان هي بيضه كده، فانا ده هتنطقه، وهي بالفعل لما لبسته كان كان جميل عليها. هو الماتيريال بتاعته كبير كبير وبس. يعني انت تقريبا بتستخدمي كل انواع الماتيريال اللي في السوق؟ مفيش حاجه بتقولي لا؟ لا لا عادي، لو بس مش بتمط بلاش يعني. انا بقول بلاش، بس لو عايزه اعملها مفيش مشكله. عن واي حاجه بتجيبيها بالبطانيه بحيث انها ما تشوكش الطفل، لازم. لان طبعا كل قماشات الفساتين دي تقريبا بيبقى فيها نسبه من الحاجات اللي بتشوك لو مفيش بطانه. مظبوط. خصوصا القشر سمك ودوت، وكل دول تلاقيهم مبطنين من جوه، لازم يتبطن بليكرا او كده عشان حلو جدا. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الفستان النبيتي شفناه الاول والاحمر، بس خلينا دلوقتي كمان نروح لكوليكشن تاني البنات غيروا وعايزين نشوفه، ونرجع نكمل حوارنا معاكي. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of. ده بيبقى ليه شكل معين الفيروزي اللي عليه عروسه بالظبط وبالاسم كمان اسم البنوته انت كاتبه الاسم عليه الاسم الاسم او لو هي عايز تكتب 1 2 يعني العمر حسب ما هي عايزه ده يتعمل لاي سن عادي مفيش اي مشكله خالص برده تكون برده رفنعه كده ويتعمل مفيش مشكله خالص وباي لون كل الواناته موجوده طب كلمينا عن البلو وده بينفع برده في حفلات الحضانات خلي بالك يعني لو انا بعمل برده ساعات حفلات للحضانه بستخدم فيها الحاجات اللي زي كده المطبوعه كل بنوته باسمها بيفرحوا قوي بالحاجات حلوه حلو. بتبقي حابه ان لو في فرح البنوتات كلها يبقوا لابسين نفس اللون ده بيبقى بالنسبه لك فيه يعني دلوقتي طالع حتى الكبار العروسه بتبقى جنبها كل اصحابها لابسين نفس لون الدريس لو عملنا ده مع الاطفال ده بيبقى حلو ولا التنوع في الفرح بيبقى انا كان فرح بنت خالتي عملت البنتي وبنات اخواتي شبه بعض كانوا جمال جدا كلهم كانوا لابسين نفس الفستان نفس اللون نفس الفستان نفس الفستان ونفس الشكل الصور شكلهم حلو جدا وبيجي لي من ده كتير بييجوا مثلا هي واحده واختها وبنت خالتها عايزين يعملوا كل بناتهم الكوليكشن كله شبه بعض فبعملوا لهم بيبقى تحفه طبعا طب السنه دي منتشر قوي القماشه القطيفه يعني القطيفه 2019 طاغيه قوي الكوليكشن ده فساتين القطيفه ايه حظها من شغلك يعني بعملها كتير بس ما يعني ملهاش حل لكن هي ملهاش احنا ما شفناهاش لكن بعملها كتير يعني عادي بكل الواناتها برده وبتضيف لها ايه عشان تقلب صوري جبير لولي النفشه بس خلاص يعني فاهمه ما تحطي نفشه ديل وفوقه القطيفه دوت مثلا والجبير بقى عليه فكده انت خليتيه صوري انت كل تصميماتك صوري صوري بس مش او كلاسيك يعني عارفه اللي هو الكلاسيك اللي هي الحاجات برده الخروجات اللي هي شيك قوي فاهمه لكن اللبس العادي لا مش انت خريجه ايه تربيه نوعيه وده ساعدك لان احنا كنا اصلا في الكليه بنعمل حاجات كده كتير اللي الوسائل والحاجات اللي زي كده كنا بنعملها فكنت بقعد افنن فيها برده وكشكول التحضير اقعد اعمل في يوم يعني دراستك شايفه ان هي اضافت لك في مجالك بصراحه حلو جدا مين بقى اللي بيساعدك عشان تطلعي الفن ده في معاكي ناس ولا ده اجتهاد شخصي لا بصي هو يعني اهم واحد بيساعدني بصراحه زوجي يعني هو زوجي على طول معايا حتى لما انزل اشتري الماتيريال او كده على طول يجي معايا هو اللي شجعني اصلا في الاول يعني في الاول ما كنتش عايزه اشتغل لولاه يعني لولاه هو شجعني قال لي لا اشتغلي وكده فهو اللي يعني حط رجلي على اول الطريق يعني نقدر نقول وراء كل امراه عظيمه رجل ايوه هو اول اللي ساعدني صراحه ما شاء الله ربنا يبارك لكم يا رب طبعا بجد دافلي يفرح جدا انت فرحتينا النهارده دخلتي على قلوبنا بهجه وعلى قلوب الاطفال اللي كانوا لابسين كانوا صعده جدا وهم ماشيين على الكات ووك وكان شكلهم حلو ومنمق وعشان كده خليني اقول لك في نهايه حواري معاكي تقريبا تكلفة أسعارك قد إيه يعني عشان كل أم بتسمعنا تطمن لو حابة إن هي تشاركك تشتري منك ساعات بيلاقوا يقولوا لا أكيد بتخاطب طبقة معينة مش إحنا فعايزين تقولي لنا وتقربي المسافات كده بصي هو الموديل اللي هو المنفوش العادي بيبدأ من أول 250 وأنتي طالعة اللي هو ايه من اول 3 سنين يعني 3 سنين ده ب 250 وأنتي طالعة أو أصغر من كده بيبقى أقل من كده وفي موديلات بتبقى صك يعني حد بيبقى عايز فيست صك بس مفيش حاجه كبير مثلا لولي بتاع ده مثلا بيبقى في حدود 150 جنيه 200 جنيه فعلى حسب يعني حسب طب اللي عايزاه احنا شفنا في الكوليكشن فستانين ابيض يا ترى تكلفه الابيض بتبقى نفس التكلفه ولا ممكن يبقى ده لا هو بصي سنهم والجبير والديل معلي بس التكلفه شويه يعني دوت بيعمل 400 جنيه البنوته اللي هو بفراشات البنوته الفراشات لابساه التاني يعمل 450 لان قماشته فتافيت شبه ده لا بس اسعار كويسه جدا متهيالي هو راقي وبعدين هيلبسها شويه هيفضل معاها شويه فاهمه ازاي مش وممكن برضو لو صغير عليها لو ليها اخت بتاخده وطبعا بتلبس. لو قصر بيبقى ارخص فاهمه الفكره يعني لو مش عايزه الديل مثلا مش عايزه الكبير كده التكلفه بتقل
لكن طبعا فكره الام وبنتها دي بقت موجوده كتير جدا. اه طبعا ان الام بتلبس زي بتلبس بنتها زيها. أوه. والخاله كمان. ايوه انا قلت كده في الانترو. أوه. الخاله دايما دلوقتي بقت حريصه ان ولاد اختها يبقوا لابسين زيها. تمام مظبوط. اه طبعا انا بشكرك وكل التوفيق ليكي، فعلا شغلك محترم وقد ايه حلو وقد ايه شكله ظاهر، وانا متاكده ان كل المشاهدين اتبسطوا النهارده واكيد هيتابعوكي واكيد هيبقوا دايما بيشوفوا موديلاتك الجديده ودايما تابعينا وقولي لنا اللي بتنزليه، لان فعلا شغلك محترم وانا بحييكي. شكرا لك، نورتيني يا رنا. ميرسي ليكي، ربنا يخليكي. جدا شكرا. وكده مشاهدينا اكون ختمت معاكم فقرتنا الاولى، يا رب تكونوا استمتعتوا وشفتوا النهارده ديفيلي مختلف لاطفال مختلفين باعمار مختلفه، وزي ما قلت لحضرتك الاسعار متهيألي بسيطه مش اوفر قوي، يعني ممكن كلنا نفرح ولادنا خاصه في المناسبات السعيده. يا رب اكون بسطتكم وتابعونا وكملوا معانا، لسه حلقتنا مكمله وبرنامجكم اطفال ولكن